المشاكل اللي علاجات المشاكل سي ابراهيم كاينين فيها ثلاثه الاشياء، كاين اولا الصيد التقليدي، كاين الصيد الساحلي، كاين السفن ديال لي ريزوفلي. احنا اعضاء مادام بدينا في المخطط من بدايته خاصنا نكملوه الى نهايته. اجا كنطالبوا احنا هو تصحيح الوضع، هذا الوضع مادام كلنا كنشهدوا بان غير صحي يجب تصحيحوه. ما معنى تصحيحوه؟ ملي غادي نصحوه ونوضعوا القطار في السكه ديالو الحقيقيه ديك الوقت الا بغينا نزيدوا. من واجب الوزاره ان تخمم في نقطتين، النقطه الاولى تخمم عن اقليم او سرد ماتله غير جماعه ولا ماتله غير قريه، عاد اقليم وعنده 300 كيل من البحر ما مفتوح فيه البول. أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. خرق الوسيط الأممي المكلف بملف الصحراء السيد كريستوفر روس مبدأ الحياد بحضوره نشاطا مواليا لجبهة البوليساريو جرى بمقر الأمم المتحدة وبدعم من جنوب إفريقيا المعروفة بتأييدها للأطروحة الانفصالية في نزاع الصحراء. كريستوفر روس شارك في هذا النشاط الذي خصص للترويج لأطروحة البوليساريو بحضور الإسباني خافيير بارديم الذي تخصص في إنتاج أفلام تروج للبوليساريو، كما شاركت في اللقاء كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي التي لا تخفي ولائها لأطروحة الجبهة. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا مع النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين من نيويورك التي شاركت في هذا اللقاء، لنستمع. إذن في إطار مشاركتي في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الدورة 57 على هامش هذا اللقاء تم تنظيم لقاء ثاني جنوب إفريقيا مع بشراكة مع مؤسسة روبرت كينيدي للحديث عما سموهم بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء. كانت مداخلات ديال مؤسسة كينيدي ثم ديال خافيير بارديم يعني تم عرض الفيلم ديالو بعد اللقاء، وكانت كلمة ديال أمينة التحيضات. الغريب في الأمر أننا لم نسمع حضور مبعوث الأممي كريستوفر روس اللي قال عنه ما هو جاي بصفته الرسمية غير عقبوا عرفوه من المنصة بهذه الصفة الرسمية، وأنا لمست بأن حضوره في حد ذاته يعتبر الحياد لأن قبل انطلاق النشاط كان على وئام تام مع كيري كينيدي ومع أمينة التحيضة. أنا سولته بشكل مباشر وشفتها حضورك بصفة شخصية، قال لا أنا ما هي بصفة رسمية وإنما بصفة شخصية من ديزوين جي. بعد ذلك بقينا معه في حوار قال عن كل الاعتراف أمميا بصعوبة تطبيق هذا الحل اليوم كاينة الحكم الذاتي الورقة المطروحة على النقاش وهي مبادرة من المغرب حتى لا تتوقف يعني المفاوضات بشأن هذا النزاع. وقال عن هذا المقترح أوصلنا إلى الباب المسدود لأن المغاربة يتمسكون به في حين أن البوليساريو ترفضه، وتحدث على أن الأمر يحتاج إلى نقاش. وقال ملي عن طولناها على وضعية حقوق الإنسان لأن هي موضوع اللقاء كيف يقيمها، قال من الغريب أن البوليساريو كانت تنتقد وضعية حقوق الإنسان في الصحراء منذ سنوات، إلا أن المغرب فقط في هاتين السنتين الأخيرتين هو أيضا أصبح ينتقد الوضع في تندوف، الوضع الحقوقي في تندوف. وأنا أعتبر شخصيا كنائبة برلمانية بأن حضوره في حد ذاته والطريقة التي تعامل معها بنا وأجاب عن الأسئلة اللي طرحناها عليه يعتبر تحيز ساعته، وخرج عن الحياد المفروض في مبعوث أممي يعتبر إلى حد الآن وسيطا بين الأطراف اللي تعتبر متنازعة حول نزاع هو في حد ذاته مفتعل. شكرا. أكد منتدى الكناري الصحراوي وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء وجزر الكناري أن تاريخ البوليساريو حافل بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وبالتالي لا يحق له الادعاء أنه يدافع عن هذه المبادئ. وأضاف المنتدى في بلاغ له بمناسبة انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن وجود الحركة الانفصالية موشوم بسلسلة من الأحداث التي تشهد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين داخل وخارج مخيمات تندوف.
تواصلت اليوم مداخلات الوفد الحقوقي الممثل لأقاليم الجنوبية في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. مداخلات الوفد تطرقت لموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية لعناصر البوليساريو في حق ساكنة مخيمات تندوف. من جنيف مراسلة لعياد سرتي عبد الله المحمودي ومحمد مولود ملاخف. تمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي تكفلها مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانونا، ومن بينها الحق في العمل وخاصة الحق في شروط توظيف عادلة والحماية من العمل القسري أو الإجباري، إضافة إلى الحق في التعليم والحق في السكن بما في ذلك الحق في الحماية من الإجلاء القسري وغيرها من الحقوق. مداخلات الوفد الحقوقي الممثل للنسيج الجمعوي بالأقاليم الجنوبية تطرقت إلى مجمل هذه النقاط. لقد طرحنا تصورنا حول أوضاع حقوق الإنسان لأن يؤطر عملنا الحفاظ على المصداقية في مجال الحديث عن كل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، لكي لا نختزل حقوق الإنسان في شق معين، لأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ. يجب أن نهتم بالأوضاع الأخرى المتعلقة بحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحق في الشغل أو الحق في الصحة أو الحق في التشغيل. مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضمنها الإعلان العالمي حقوق الإنسان، كما تحدثت عن الحكم الذاتي بكونه ضامن حقيقي لكل هذه الحقوق. وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف خاصة الوضعية الصعبة للنساء والأطفال شكلت هي الأخرى محور مداخلة للمحامي الإسباني أغوستين دي لا كروز، حيث استعرض المعاناة التي تعيشها النساء والأطفال داخل هذه المخيمات، كما تطرق كذلك في موضوع مداخلته لقضية الشابة الصحراوية والتي تعرضت للاغتصاب من طرف ممثل البوليساريو بالجزائر. هذه القضية والتي تشكل موضوع شكاية مرفوعة أمام محكمة إسبانية بإشبيلية. قدمنا دعاوين قضائية ضد أحد قيادات البوليساريو في حق مواطنة صحراوية تعرضت لأشكال مختلفة من الانتهاكات حالها كحال العديد من الحالات التي لا زالت لم تكشف عن نفسها بعد، وهو ما جعلنا نطرح هذه القضية أمام أنظار مجلس حقوق الإنسان من أجل احترام تلك الحقوق بمخيمات تندوف. هنا إذن حيث أكبر تجمع للفعالية الحقوقية من مختلف دول العالم، استعرض ممثل النسيج الحقوقي للأقاليم الجنوبية التجربة المغربية في هذا المجال، كما سلطوا الضوء على الواقع الصعب والمرير لساكنة مخيمات تندوف. عبد الله المحمودي ومحمد مولود من لا يخاف، عياد السرتي، لقناة العيون، جنيف. في سياق منفصل، حدث اليوم بالمعهد المتخصص للتسيير والإعلاميات بالعيون الحمل المتنقلة للتبرع بالدم. الحملة تأتي في إطار الحملة الوطنية التي تعرفها كافة ربوع وتراب المملكة. محمد المصطفى خية وصالح رقيب. حملة متنقلة لتبرع بالدم تحل بالمعهد المتخصص للتسيير والإعلاميات بالعيون. طاقم طبي جلد بالمناسبة لضمان مرور هذه العملية في ظروف جيدة. بدورهم طلبة المعهد حجوا بكثافة للمشاركة في هذه الحملة، وذلك تجسيدا لنداء الجهات الوصية لمشاركة كافة شرائح المجتمع المغربي ضمن الحملة الوطنية للتبرع بالدم، حرصا على مساعدة المرضى وضحايا حوادث السير. ضمن حملات متنقلة لإنقاذ الناس ضحايا حوادث السير، وبهذا المناسبة كنطالبوا جميع الناس باش يتبرعوا بالدم. الحملة مزيانة توجور للناس باش يتبرعوا، يعني مزيانة تساعد بزاف تاع الناس اللي في حاجة للتبرع، وصافي توجور بليزير باش نجيو هنا. يعني كاين مبادرات بحال هكا هنايا عندنا في المؤسسة صمغ تخبي، يعني كنا بعدا كنطلب من ليزوت ستاجير اللي معنا في لانسوشن سي يمشي يجيو يتبرعوا حتى هما، باسكو يعني مبادره طيبه من جهه المسؤولين هنايا. كثيرا ما تنظم هذه الحملة للتبرع بالدم بكافة تراب وربوع المملكة، وتأتي وفق الاستراتيجية المتبعة من لدن القطاع الوصي ووزارة الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى كافة المستشفيات من هذه المادة.
سعيا منه لتعبئة المجتمع المدني للانخراط في المشاورات الجهوية حول نموذج التلبية الجهوية للأقاليم الجنوبية، نظم الفضاء الجمعوي بجهة وادي الذهب الجويرة الذي يضم عددا من الجمعيات الناشطة في الحقل المدني لقاء تحضيريا للورشات التي سينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول دور المجتمع المدني في هذا النموذج التنموي. لقاء تناول أهمية المساهمة الفعالة للنسيج الجمعوي عبر مقترحات وأفكار تغني هذه المشاورة. المزيد حول هذا اللقاء في ريبورتاج غالي الجارحي ومحمد مشنان. نضال المرأة المغربية في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات ودورها الفعال في المجتمع المدني والأحزاب السياسية الرامي إلى مأسسة المساواة، نقاط إلى جانب أخرى استأثرت بالمداخلات والعروض التي تناولت مسيرة الحركة النسائية في الدفاع عن حقوقها والنهوض بوضع المرأة وتفعيل المكتسبات التي تضمنها الدستور المغربي الجديد. كانت المرأة حاضرة في كل المجالات اقتصادية وسياسية وثقافية وتنموية، وعادت المرأة نصف المجتمع، لولا حضور المرأة ما يصلحش. من خلال هذا الملتقى أن يعني تبرز المكان المرموق التي تحظى بها المرأة في جميع تدخلاتها ومشاريعها وبرامجها الاجتماعية سواء على مستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. هناك صلاحيات اقتراحية تشريعية، هناك صلاحيات رقابية، وهناك صلاحيات توعوية تحسيسية. إذن حتى تتمكن هيئة المناصفة من أداء الدور المنوط بها والذي تجد فيه نساء المغرب أنفسهن. المرأة في الأقاليم الجنوبية نموذج للانفتاح والنضال المستمر لترسيخ دور المرأة الفعال في الحياة السياسية والاقتصادية، وضعية كانت محل إشادة من المتدخلين الذين ثمنوا مجهودات نساء المنطقة خاصة في إطار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ودعم مشروع الجهوية الموسعة كآلية لتطبيق مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. كان يعني الحديث عن الإنجازات اللي حصلت عليها المرأة، وكذلك يعني هذا يعني العوائق والمتطلبات للمرأة. كان يعني التركيز على الدستور الجديد اللي جاء في فصله 19، يعني المساواة بين المرأة والرجل، وصلت إلى أن تكون أعلى رتبة قضائية وصلتها المرأة رئيسة غرفة في المجلس الأعلى أو في محكمة النقد. هذه كلها تطورات موجودة لا يستطيع أحد أن ينكرها، وما في شك أنه حصلت تطورات في ترسانة القوانين المغربية وخاصة في ميدان الأسرة. لقاء حول من خلاله الحاضرون مقاربة قضايا المرأة وتطلعاتها نحو مواصلة النضال لتحقيق مزيد من المكتسبات التي تسعى إليها الحركة النسائية. تخليدا دائما لليوم العالمي للمرأة، نظمت وكالة التنمية الاجتماعية بجهة وادي الذهب الجويرة بتنسيق مع جمعية أطفالنا للتضامن والعمل الاجتماعي وبشراكة مع اللجنتين الإقليميتين للتنمية البشرية لوادي الذهب وأوسرد ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الملتقى الجهوي الثالث في إطار برنامج تقوية التأهيل الجمعيات تحت شعار المشاركة النسائية آلية أساسية لتنزيل مضامين الدستور. لقاء عرف عدة مداخلات وكلمات حول واقع المرأة المغربية وأهم المكتسبات التي ضمنها الدستور المغربي الجديد لها. تفاصيل أوفى في متابعة غالي الجارحي ومحمد مشنان. فعالية النسيج الجمعوي بجهة وادي الذهب الجويرة التأمت لتبادل الأفكار والمقترحات حول المشاورات الجهوية لنموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية الذي يكب المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي على إعداده عبر مقاربة تشاركية تروم إشراك الساكنة ومختلف الفاعلين في هذه المشاورات. اللقاء كان مناسبة لعرض الخطوط العريضة للورشات التي سينظمها المجلس حول دور المجتمع المدني في النموذج التنموي المنشود للأقاليم الجنوبية. والهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تقديم استراتيجية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الخطوة الأولى حتى الخطوة الأخيرة. الهدف كذلك من تنظيم هذا اللقاء هو إشراك المجتمع المدني
في جميع المراحل التي سيمر منها إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية حتى يكون المجتمع المدني حاضر بقوة. كان الاجتماع اليوم اللي هو تحضيري فعلا أننا نناقشوا قبل ما يجوا الناس اللي يجي اللجنة اللي يجي باش نعودوا نحن حضرنا شلي نقولوا والله شلي نصحوا والله مثلا الفكرة اللي ما مثلا لم تكن واردة من قبل وكاين نظريك لأن سبحان الله الأفكار ممكن تحضرك نوبة ونوبة ما تحضرك. لذلك نحن كان ناقشوا على جميع المستويات سواء اقتصادي واجتماعي أو بيئي. كفاعلين جمعويين نثمنوا باش نقوم برامج تفيد الساكن في الجهة وتكون لها دور مهم. مبادرة يروم من خلالها النسيج الجمعوي بهذه المنطقة إثراء النقاش للتعبئة من أجل المساهمة الفعالة في إعداد النموذج الجديد للتنمية بهذه الأقاليم نظرا للدور المهم الذي بات يلعبه المجتمع المدني في مختلف المشاريع والمبادرات التربوية. تربويا وفي سياق الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للمرأة دائما فتحت الدائرة التربوية بطنطان المجال للتلاميذ المؤسسات التعليمية من أجل التعبير الفني وذلك من خلال ورشات للرسم والإبداع التشكيلي خصوصا عنصر الإناث من المتعلمين عن طريق إنجاز لوحات فنية تساهم في تبليغ رسالتهن للمتلقي بشكل حضري. اللوحات المنجزة سيتم تجميعها في إطار عمل موحد يسهل عرضه أمام الجمهور لتقييم هذا الإنجاز المتميز. إلى السمارة وفي الشأن الديني حيث أحيت قبيلة الشرفاء الرقيبات البويهات الموسم الديني لزاوية الشيخ سيدي عبد الله موسى في نسخته 10 بتراب جماعة حوز القروية. برنامج الموسم السنوي عرف حضور عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي هام ضم شخصيات مدنية وعسكرية فضلا عن أعيان ووجهاء القبائل الصحراوية. في المتابعة السارك رحالون بارك الباس. التصوف السني ترسيخ للقيم وصيانة للهوية وتحقيق للتنمية شعار النسخة 10 لموسم زاوية الشيخ سيدي عبد الله موسى. وعند ضريح الولي الصالح قراءة للفاتحة وترحم على أرواح شهداء الوحدة الترابية فضلا عن مداخلات فكرية تناولت مفهوم التصوف السني الخصائص المميزات كأحد الثوابت المرجعية للأمة. برنامج التظاهرة عرف حضورا مكثفا لمريدي الزاوية من مختلف أنحاء وربوع المملكة. اليوم هذا نهار فضيل جزيل كنقول الحمد لله في المناشد أعلىه سيدنا أزنا من بالله محمد السادس ونذكر ونقول بالحرف الواحد وباللسان الواحد أن جنود المجندين وراء ظهره ولحكم الذاتي ذات الفصل الرحبي أن على الرباشين وقدموا قدمين جنود المجندين كنا في اللي قبل يوم سنة فيه. وهذه السنة سنؤسسها إن شاء الله لزيارة هذا الولي الصالح لصلة الرحم بأبناء عمومتنا الشرفاء الرقيبات هنا بمنطقة سمارة وبالضبط هنا بالولي الصالح سيدي عبد الله موسى كما قلت لصلة الرحم. وما تفرقه الأرض لا يفرقه الدم هذا فقط لصلة الرحم والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بصلة الرحم. نحن جئنا هنا لنشارك في هذا الحفل البهيج المبارك لترحم على هذا القطب الرباني الولي الصالح الذي ينتسب أيضا لجدنا مولى عبد السلام مشيش وإلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يديم لمولانا النصر والتمكين. الموسم الديني لزاوية الشيخ سيدي عبد الله موسى مناسبة للتأكيد على ما اطلعت به مؤسسة الزاوية على مر التاريخ من أدوار طلائعية مهمة كمنارات روحية وإشاعية أسهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم الوطنية. بجماعة عوين تغمان القروية التابعة لإقليم أس الزاك نظمت دورة تكويرية حول موضوع تقنيات بناء الشراكات لفائدة ممثلي الجمعيات والتعاونيات والهدف تكوين وتأطير الفاعلين المحليين بمجال بناء مشاريع تنموية ناجحة في مختلف الميادين. دورة تأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفاصيلها مع حيجب تامك ومحمود طويف. دورة تكوينية حول موضوع تقنيات بناء الشراكات لفائدة النسيج الجمعوي بجماعة عوين تغمان القروية. دورة تم من خلالها تحديد قواعد العمل التشاركي وكيفية التعرف على شركاء جدد لخلق مشاريع تنموية تمكن من توفير أنشطة مدرة للدخل بهذا الوسط القروي.
قمنا بإنجاز دورة تكوينية على شطرين. الشطر الأول تم تخصيصه للحساب الإداري والمالي للجمعيات والتعاونيات، والشطر الثاني تم تخصيصه لبناء الشركات واستدامتها وتطويرها، وكان لهذه الدورة التكوينية الأثر البالغ في نفوس ساكنة جماعة عوينتي غمان. وهذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت الحمد لله تعمل تكوينات في القرى في البوادي، وهذا مؤشر على نجاحها، ونلمس تقدم كبير جدا لمستوى التعاونيات والجمعيات في هذه الجماعة. نتمنى أن ينخرط الجميع، المنتخبين، السلطة وجميع الفاعلين، حتى تتكامل التنمية. وتندرج هذه الدورة التكوينية الثانية في إطار دعم ومساعدة الجمعيات والتعاونيات حول كيفية تسيير المشاريع من الناحية المالية والإدارية والعمل على إنجازها في أحسن الظروف. هذه الدورة التكوينية كانت ناجحة بكل المقاييس. نتمنى بحال هذه الدورات تكون، خاصة وأن المجتمع ديالنا شوي طبيعة المناخ وناس رحالة، ولكن بحال هاد المبادرات كيعاونوا الشباب بحالنا اللي مطريسين جمعيات والله مشرفين على جمعيات باش يلقاو الطريق فاش يبنوا مستقبل ان شاء الله لهاد البلده. هو موضوع قيم وجيد، اسمح لنا في البحث في مجموع يسمح لنا في البحث عن شركاء جدد بين شركاء هذه المنطقه ومناطق اخرى اللي كيساعد في بناء مشاريع وتنمية ساكنة المنطقة. تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تنمية قدرات الفاعلين المحليين في مجال بناء الشركات، وذلك من أجل إنجاز مشاريع تحقق جميع حاجيات ومتطلبات ساكنة هذه الجماعة القروية. في الشأن التربوية، عقدت مؤخرا بجليميم الجمعية الوطنية لمديريات ومديرية الثانويات العمومية بالمغرب جمعها الوطني الثاني، وذلك تحت شعار وحدة الإدارات التربوية ضرورة للنهوض بالمدرسة العمومية. أشغال هذا الملتقى الوطني الذي استمرت فعالياته على مدى يومين شكلت مناسبة لهؤلاء الأطر التربوية لتدارس العديد من القضايا والانشغالات الآنية لهذه الفئة ومستجدات ملفها المطلقي. والتي قرر فيها المكتب الوطني كنقيموا فيه تجربة والمسار ديال الجمعية منذ المجلس الوطني الأول الذي انعقد بمراكش إلى اليوم، وكذلك لإعطاء أفق عمل لجمعيتنا ولمسار النضالي والمهني لجمعيتنا. وحنا من خلال هذا المجلس الوطني الثاني نلتمس أو نرجو الخروج بمجموعة من 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 من, من التوصيات ومجموعة من القرارات اللي غادي تخدم هذه الفئة بالدرجة الأولى، واللي التي نرجو منها بأنها الوزارة والسلطات الوصية على القطاع تفهم المطالب ديال هذه الفئة اللي هي فئة أساسية وضرورية للنهوض بقطاع التعليم. نظم الفرع المحلي لمنظمة الشبيبة الاشتراكية مائدة مستديرة تحت عنوان الوضع الراهن بالإقليم وآليات الإقلاع التنموي بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية وفاعلين جمعويين، لقاء تناول مجموعة من المشاكل والعوائق الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها إقليم أسازاك، والبحث عن آليات وتوصيات تمكن من تجاوز جميع الإكراهات والتناقضات وتحقيق إقلاع تنموي بهذا الإقليم. هذه الندوة حاولت أن نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تشخيص الوضع الراهن بإكراهاته وبتناقضاته، والشطر الثاني هو البحث عن آليات من أجل إقلاع التنموي من أجل تحقيق التنموية. والهدف الأساسي هو خدمة المواطن وخدمة الصالح العام. بين مجموعة من العوائق ومجموعة من المشاكل اللي كيعاني منها الاقليم، وتبين مختلف التجليات ديالها في جميع الاصعده، وفي نفس الوقت انهم تعطوا مجموعه من التوصيات اللي غادي يعطيها للمجتمع المدني اللي في نفس الوقت كتصب في الموضوع. جديد الصحف الوطنيه الصادره يوم غد الثلاثاء مع محمد فاضل ابو الحسن. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم المغربية، حيث كتبت في صفحتها الأولى أن أمين ماء العينين برلمانية العدالة والتنمية
كشفت خلال حضورها للقاء دعائي نظمته دولة جنوب إفريقيا بنيويورك على هامش الدورة 57 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، كشفت أن كريستوفر روس المبعوث الأممي إلى الصحراء حضر اللقاء إلى جانب أمينة حيدر وتيري كينيدي رئيسة مؤسسة كينيدي. وقالت مع العينين: انتظرنا إلى أن تقدم نحونا كريستوفر روس فسألناه هل يحضر اللقاء بصفته الرسمية، فرد بالنفي مشيرا إلى أنه يحضر اللقاء ممثلا لمنظمة غير حكومية. وأوضحت أخبار اليوم المغربية بأن كريستوفر روس وخلال حديثه كان منحازا لجبهة البوليساريو، كشفت اليومية بأن كينيدي خلال مداخلتها كانت تشير إلى روس وتقول المبعوث الشخصي للأمين العام بالصحراء، ما يشير إلى أن روس خرق عرف الحياد بحضوره لهذا النشاط. يومية الصباح كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء بأن الدبلوماسية الحزبية تحركت في اتجاه دول الجوار ذات التأثير في ملف الصحراء بعد أن استشعرت ضراوة وكثافة المناورات الموالية لجبهة البوليساريو المعادية للوحدة الترابية المغربية بدعم من الجزائر وجنوب إفريقيا في عدد من المحافل الدولية والأممية. وفي الوقت الذي يواصل فيه أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط زيارته للجارة الجنوبية بدعوة من الحزب الحاكم، والتقى خلالها رئيس الجمهورية الموريتانية، حلت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب خديجة رويسي بباريس لملاقاة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتيلون، الذي تداول مع البرلمانية المغربية عددا من القضايا الراهنة في مقدمتها مستجدات ملف الصحراء. وأشارت الصباح إلى أن كل من التحركين الهدف منه خدمة القضية الوطنية للمملكة وتطويق المد الانفصالي. وعن استقبال الرئيس الموريتاني صباح اليوم الاثنين بقصر الجمهورية بنواكشوط الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط الذي يقوم بزيارة لجارة المغرب الجنوبية بدعوة من الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية، كتبت يومية الأخبار بأن الاستقبال الذي خص به ولي عبد العزيز شباط كان استقبالا حارا. وذكرت الأخبار بأن لقاء حميد شباط برئيس الجمهورية الموريتانية كان فرصة للحديث والتداول حول مجموعة من القضايا التي تجمع المغرب بجارته الجنوبية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم هرواش سويل أم الكروم عن سن تناهز 93 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة تيتوسة. الفقيد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة أعضاء جيش التحرير، كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المحفوظ واللو والسيدي حماد عن سن تناهز 37 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة رقيبات أولاد موسى أولاد رحسن. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عيادة من تبارك العبيدي عن سن تناهز 84 سنة، الفقيدات تنتمي لقبيلة أيتوسة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآن فنصل الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الطقس سيكون مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بالمنطقة. درجة الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 10 درجات بقليميم و 22 درجة بالقوير. أما درجة الحرارة العليا فتتراوح ما بين 21 درجة بسيدي إفني و 32 درجة بأوسرت. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:10، أما الغروب على الساعة 6:56 مساء و56 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 38 درجة بنواكشوط، 36 درجة بنواذيب، 31 درجة بالزويرة، 29 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 18 درجة.
قبل الختام نذكركم مشاهدي الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت snrtf.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجاويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية corcas.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقونا غدا إن شاء الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية على الساعة 4:15 أينما كنتم. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله. مساءكم بكل خير.